ماما، انا عندي خبر حلو الحقيقه. خبرين خير يا حبيبي. متوقعي كده ايه؟ جالك دور كبير؟ ماما انا كل ادواري كبيره، وسعي خيالك شويه. جالك شغل في السعوديه؟ لا، خدت شقه في الزمالك. شقه في الزمالك؟ منين يا ابني وازاي؟ ايجار يا ماما، اجرتها من واحد صاحبي قافلها ومسافر. دي تلاقي ايجارها غالي قوي يا شادي يا ابني. ولا غالي ولا حاجه، انا ظبطت كل حاجه خلاص. بس بقولك ايه، الشقه هتعجبك. ايوه، بكام يعني؟ ماما مالكيش دعوه بالتفاصيل دي بعد اذنك، الايجار ده انا اللي هدفعه، ما تشيليش هم حاجه. المهم دلوقتي خلي ساميه تقول لزميلها اللي متقدم لها ان انا مستنيه في اي وقت. يا ما انت كريم يا رب. وحيا شادي يا ابن بطني، ربنا يرضى عليك ويباضيك زي ما باضيت اختك وجبرت في خاطرها. ربنا يوقف لك ولاد الحلال في كل خطوه، ويجعل في وشك القبول، ويحبب فيك خلقه وكل المخرجين والمنتجين يا رب. الحلقه ال14 شيخ الحاره. انا طول عمري بحب المعادي وكان نفسي اسكن فيها، يعني اولا شجر وخضره، ثانيا بنات حلوه حلوه حلوه، يعني اللي هو في ميدان الحريه كده لو بتعدي من هناك، يعني ثالثا مطاعم بقى وكافيهات وشياكه، رابعا جنب المترو. والله حاولت اجيب ياسر مقطم جنبي مرضيش، قلت له يا ابني المعادي دي مش هتلاقي فيها خرم ابره فاضي، وقد كان قعد اسبوع يدور وما لقاش حاجه. طبعا المعادي حلوه طبعا، بس انت تلاقي فيها حاجه، اصل ما كانش حد غلب يعني. انا لقيت له حاجه في العباسيه، شقه دور اخير كانت عياده وقفلت ومقفوله من ساعتها. يا ابني يا ابني يا حبيبي، هي العباسيه وحشه؟ ده انت يعتبر في مصر الجديده يا عم. المعادي في الاخر نصها اجانب وكل واحد هناك في حاله، انما العباسيه دي كلها اسريات وعائليات واهالي، هيطلعوا عيدي. ما انت هتبقى اسريات وعائليات واهالي. اهالي ازاي؟ مش فاهم. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. انت الشقه دي هتاخدها بعد شهر. شهر؟ شهر ايه يا اسطى؟ لسه هتتبني ولا ايه؟ لا يا عم، الشقه مبنيه، احنا عاوزين شهر عشان نبني ثقه مع الجيران. شوف ازاي. المرة دي كانت مختلفة لكذا سبب. أول سبب إن الشقة مش هتتاخد على مرة واحدة، هتتاخد على مراحل. أنا كنت مجهز داخلة شقتي، كنت هجيب دولاب صناعية أخش بيهم، نقاش بقى على مبلط سيراميك على سباك كده، يعني 3 أيام أسبوع بالكتير كده أبقى مستلم الشقة وقاعد بقى. ما تجيش تقول لي بقى شهر ونبني ثقة وكلام حمصي، أنت مش جاي لي شقة في كومباوند يعني. أهي داخلة ياسر كلها على بعضها كده، كانت أول مرحلة بس في الخط. يا حبيبي أنت الصناعية دول هتحاسبهم منين؟ عيب يا اسطى، فوق حبايبه كتير. أه وبعدين ما أنا شايل قرشين للزمن برضه، لو ما طلعوش دلوقتي هيطلعوا امتى يعني؟ مهم، خلينا في المرحله الثانيه. بص يا حبيبي، المرحله الثانيه الناس هي اللي هتدخلك البيت. ازاي اسكت يا عم؟ هفهمك. هشام قال لنا ان احنا هنحتاج كرسي بعجل متطوعه تعمل دور حاجه خيط. قلت له انت بتفاول على امي يا هشام؟ لا، انا امي ربنا يديها الصحه بتشيل المرتبه كلها لوحدها، لا انا ما بعرفش اشيلها. دور يبان سهل بس هو مش سهل، ما كانش عندنا اوبشنات كتير في الحقيقه يعني، يعني الوجوه النسائيه محدوده في الجروب في الوسط عموما يعني الموهوبين منهم. هيلدا طبعا استبعدناها تماما، وبقت المفاضله بين اموري وبسمه. بسومي شبتت في الدور بقى اول ما عرفت ان في شغل مكياج وباروكه وكده. انا هحكي لك انا على بسمه ايردا في موضوع الميك اب ده. بس المشكله ان قمر وبسمه الاثنين يعني تمثيلهم وحش قوي الصراحه. لا امورتي، ما تطلعيش زربونتي، انا عاوز صوت ست عجوزه مش ست بتموت. يلا تاني. ماشي ماشي، يلا ركزي يا قمر والنبي. يلا اديكي اكشن، اقول لك اكشن. يلا اند اكشن. تحب تقول اكشن انت قوي. والنبي يا ابني. ايه يا جماعه؟ بس خدني في ايدك تعديني الشام. حلو قوي، حلو النزله اللي في الاخر دي كمان يا قمر. بس يا سامي ممكن العب لها كمان؟ هي بس نعم، ممكن العب لها ربابه. لا حلو، لا هو يعني انا سمعت ربابه من صوتها. الأداء ده. بس يعني هي بس يا حبيبتي ست قاعدة مش هتعرف تعدي الشارع، بس يعني فهماني؟ بص يا حبيبي انا فاهمة، بس أنا كنت بحاول اقول الصوت بس، لكن الكلام نفسه ده ارتجال. انا فاهم انت طبعا طبعا ملكة الارتجال طبعا. امورة جاي ترتجل. خلاص خلاص يا جماعة. طب معلش معلش معلش، شوف اللي بعده، شوف اللي بعده. يلا 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 يا بسمة. اقول ايه؟ وايه اللي تقوليه؟ اتكلمي بصوت ست عجوزة، قولي اللي تقوليه. يلا بسمة، انت اتفاجئتي؟ يلا امال بقالنا بنعمل ايه ساعة؟ تخليهمش كده فينا. يلا زي ما فهمت، كاترين زيتا جونز. كاترين زيتا جونز بس خش. هو استنى ستلافسكي قال ان احنا بناخد بس وقت. لا استنى ستلافسكي مات مات. لا 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 مات. يا بسمة دلوقتي قبل ما اقول. اتفضلي يا فندم. ماشي. لا يلا نمشي. ده خالد جلال ده مش ستلافسكي. يلا نمشي يلا نمشي يلا. لا استنى ستلافسكي. يلا طب يلا يا بسمة. ونبي يا ابني. لا اله الا الله. ونبي يا ابني. تحفة. شفتوا النزلة يا حلوة جميلة النزلة. هي بتعلق حجاج عبد العظيم. بتقولوا بتعلق. أول مرة حد يختبرني الاختبار ده حقيقي ليا قدام. أنا يعني فاهمة قصدي؟ ماشي اتفضلي بس اتفضلي بس. حبيبي يا سموحة يا سامي، يعني نقول بقى جد بقى. يلا جد أرجوك يا أرجوك. عشان اللي فات ده كان صريخ ضحك. والنبي يلا يلا. والنبي يا ابني والنبي يا ابني. نفس الأداء بس.
هو هي ليه بترعش؟ تطلب لي النمرة دي من التقمص لأن هو في التمرين كده. ايوه صح 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 كده. انت لا ان احنا هنعمل ده في ديزني. طب بجد عمتي كانت نفس الصوت. بتأثروا على الاندماج بتاعي. خلاص احنا اسفين احنا اسفين. هقوله بسرعة والله. اتفضلي. والنبي يا والنبي يا ابني تطلب لي النمرة دي عشان ما بشوفش كويس. طيب جماعة بقول لكم ايه؟ خلاص يا بسمة خلصتي؟ استنى ستالفسكي قال بعد لما تخلص لازم ترتاح. ده بوايد دور ده بوايد دور صح؟ مضمضة بقى جلال الشرقاوي قال بقى استريحي جوه بعد ما تخلصي. انا شايف ان الست تبقى قاعده وخرصه من الاخر. جماعه على فكره هو كده كده اصلا ياسر هو اللي هيتكلم. خلاص الحمد لله. طيب يعني خلصنا مين اللي هيعمل الدور في الاخر؟ اكيد انا. بص انا رايي معلش يا امورتي ان انت رفيعه على الدور. انا حاسس ان بسمه يعني مليانه فهترمي معانا اكتر يعني. نعم نعم يا اخويا ده انا ماشي على الكيتو دايت. رد يا سامع ايه يا سامع قلت ايه؟ بتقول لك ماشي على الكيتو دايت حسب على كلامك. انا اسف يا كيتو دايت. انا قصدي ان بسمه بما انك انت اللي هتعملي الميك اب فانت اللي تعملي الدور كده تمام كده تمام يا سامح كده تمام يا كيتو دايت. حلو 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 نقفلها على كده. لو مش لازمك لازماني لو مش عاجبك عاجباني احنا ولاد ناس بس الاحداث تبقى ولاد كائن تاني. المرحلة التانية ان ياسر هيدخل زائق قدامه الحاج جم اللي هي اخترناها بسمة وهيعدي بيها على الصيدلية اللي تحت البيت يجيب لها دواء ضغط وسكر وبعدين يطلب من صاحب الصيدلية يبعت معاه حد يشيل الكرسي قصاده عشان يطلعها البيت. حصل زي ما هشام قال لي بالظبط. مسافة ما خرجنا للشارع نص الشارع شايل معاه الكرسي وبيطلع الحاج بسمة فوق بقول لحضرتك النعش كان طاير. بعدها جت اخر خطوة وانا بصراحة ما كنت شايفها ضرورية يعني ولكن هشام اصر عليها. ورا ايه يا عم متحاسب في ايه؟ انا برضو اللي حاسب يا عمى. طب وليه الغلط بقى يا صاحبي انا اللي اعمى؟ طب ولما زعلك وقل منك دلوقتي تقل من مين يلا؟ اقل منك واللي يتشدد لك يا عم. يلا حبيبي يلا يلا بدل ما تغبى عليك بقى. ده عم اوعي ايدك بس كده يا عم ولا ايه؟ تغبى على مين يا اسطى انت مجنون؟ لا ده انا ربطك انت وصاحبك ده في العمود وفرج الشارع ده كله تبمن عليك. ماشي يا جامد. ده انا اشرف زنجة يا ايه اشرف ده انت حلو بقى. مش حاد. طب خد بقى خد بقى يا ابني عامل لك عشر عليك عشر يا ابني. الشباب عملت بوريكه كبيره قوي في الشارع وعملوا نفسهم بيتخانقوا بس خناقه جامده وصوت عالي وتقطيع هدوم وبتاع. الناس كلها طلعت من البلكونات بقى بتتفرج واي حد بيحاول يتدخل بيتقل منه جامد. اول ما الدنيا تولع يقوم ياسر نازل من بيتهم بالفانيلا الداخليه والشبشب. وحياة ربنا ما اسيبكم. بس يا عم ايدك بس 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 يا عم انت هو بس اوعى سيبه كده اوعى سيبه يا عم بقول لك والله العظيم اللي هقلبها لكم جهنم هنا. وحياة ام اللي عرفك من اشرف ولا 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 يا لفدايا يا صوتك ما يعلاش. انت هنا في شارع محترم فاهم ولا لا؟ شغل التسوي ده تروح تعمله تحت بيتكم هناك مش تحت بيت الناس المحترمه. في ناس كبيره وتعبانه وفي عيال ما ينفعش تسمع الالفاظ دي. طب ما يا صاحبي يعني ما تشوف الناس اللي عندك يعني ولا كلمه يلا اتكل على الله. يلا والا قسما عظما اجرجرك على الاسم وانا هناك حبايبي كتير وما يصدقوا يعملوا معاك الواجب. خلاص يا عم. ياسر ينزل يحل في الخناقه وبعدين يرجع يطلع بيتهم قدام الشارع كله. لقطه واحده عملت ياسر ده شيخ حاره مش واحد ساكن في المنطقه عادي. هشام دماغ سم الله اكبر عليه. يعني انا مؤمن ان هشام لو كان اتولد في امريكا كان زمانه واخد جايزه الدوله التشجيعيه اقل واجب. لا انا لقطه الخناقه دي انا شفتها كلها لوحدي على فكره اتقطع لي فيها هدوم عزيزة عليا قوي وجمال وهشام كانوا بيضربوا بجد والله العظيم. بس انا قلت معلش بقى كله يهون عشان اخويا ياسر اخويا بقى وبتاع وصاحبي يعني. ما اصل خلي بالك برضه انا اللي بعده عايز انجز فاهم قصدي؟ خرب بيوتكو حرام عليكو انتوا ضربتوا الواد بجد يا عيني يا اشرف. والله العظيم قسما بالله انا اوريكوا ظهري هتقولوا ده كان بيتجلد مش بيتخانق. بس بقى خليك لابس يا اشرف مصدقينك خلاص. حقك عليا يا صاحبي حقك عليا. صاحبي والله انا اندمجت بس عشان الموضوع ما يتفقسش فاهم. لا يا اسطى لا يا اسطى انت جيت عليا جامد على فكره انت جيت عليا جامد والموضوع مش موضوع خناقه بس يا هشام. لا لا يا صاحبي او يا اللي قلت صاحبي ها انت جاي عليا من الاول خالص عشان عارف ان انا مقطوع من شجره وماليش حد على فكره. خلاص خلاص يا اشرف لا اله الا الله واحد لا يعني نفسك كده. لا خلاص بقى ما بتعملش في نفسك كده بقول لك كان تمثيل. خلاص يا ابني خلاص يا اشرف والنبي هعيط انا كمان والله. يا جماعه حرام عليكم بجد انتوا ازاي تعملوا في صاحبكم كده؟ ما تسكت مراتك على فكره على فكره انا ما حدش حاسس بيا والله والله العظيم دايما على فكره من ايام الجامعه وانتوا رامينني اخر الطابور وكل واحد فيكم بيدوس عليا على فكره. ومين بقى اللي بيدوس عليا؟ ها صحابي اللي مني ها وكان الحيطه الميه اللي كله بيقف واقف ليه. خلاص يا اشرف خلاص بروايحك خلاص الرساله وصلت يا صاحبي خلاص. شكرا يا صاحبي او يا اللي كنت صاحبي إيه. شكرا يا اخر حاجه كنت ساند عليها في الدنيا بما ان شايف بس والله العظيم
صحابي؟ صحابي ايه؟ صحابي اللي كل ما بيحتاجوني بيلاقوني، بس انا يوم ما بحتاج لهم الاقيش حد جنبي خالص. خلاص انا نفسي لوحدي كده، خلاص لوحدي في الدنيا يا ولوله الدنيا. خلاص اقسم بالله اشوف لك شقه. بجد انا هفضل اجلس. هو ازاي نقل الاداء بسرعه كده؟ ودموعه نشفت فجاه. بجد يا اسطى، بجد والله العظيم. وعيب يا اسطى لما تفتكر ان صاحبك ممكن يخلى بيك في الاخر. اقول لك حاجه كمان، انت هتخش داخله مفيش حد في العيال دي دخلها. ورحمه ابوك، ورحمه ابوك يا اتش، ورحمه ابويا اشرف. لقيت هشام بيكلمني بيقولي مش هينفع نسيب الواد اشرف كده وبتاع، ولازم نستر اخونا. الراجل واقف معانا كلنا الصراحه. ماشي كان بيعك في حاجات، بس عمره ما اتاخر على حد فينا يعني. والله انا لما عرفت الدخله اللي هشام كان بيفكر فيها حبيتها. كنت شايفها دخله سينمائيه قوي 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 يعني، بس كانت محتاجه يعني شويه مصاريف بس. كانت ممكن تدخل مثلا في 15 20 باك وهيتحرقوا في يوم. عندك عربيه 4x4 سودا كبيره، شوفي دي لوحدها ايجارها كام في اليوم. بعدين ست بدل سودا، منهم واحده توكسيدو مقاس اشرف، يعني اكيد اغلى. في ناس ما عندهاش جزم فهنجيب لهم جزم. عدد 7 نضاره شمس، عدد 6 سماعه ودان، عدد 2 علم لاي دوله مغموره يتعلقوا على العربيه قدام، عدد 1 سيجار لاشرف، اكيد اغلى. انت كده بتتكلمي في 30 40 الف جنيه بالميت. يعني ولا سلم حتى على امر الكومباوند وانا داخل؟ عاوز تسلم تقول ايه؟ اقول السلام عليكم كده عادي. انا يا ابني بقول لك راجل مهم، افهم بقى. ما هو يعني راجل مهم يعني ما يقولش السلام؟ ده راجل كافر بقى. بقول لك ايه هشام، معاك حق، انت ما ينفعش تفتح بوقك يا اشرف طول العمليه. انت اي ثلاث كلمات هتقولهم ورا بعض كده هيعرفوا انك على باب الله. اشرف اشرف، انت مش هتفتح بقك خالص طول العمليه. احنا هنعمل كل حاجه، انت كل المطلوب منك تتجعص في الكنبه الورانيه وتولع سيجارك وتسيب لنا احنا بقى الباقي، مالكش دعوه. امين امين. في ناس في الدنيا حظها وحش، الواد اشرف كان من الناس دي. لا اكتشفنا متاخر للاسف بعد فوات الاوان. الكلام كان على ان اشرف كان هيخش دخله رجل مهم من اللي هم عندهم ناس ببدل بتجري جنب العربيه دول، عارفاهم. لا الشقه المره دي كانت في كومباوند. ثانيه بس، هو كان في اي شقه في كومباوند يا جماعه؟ لا مفيش شقه في كومباوند. ايوه ما انا جاي لحضرتك في الكلام.